فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما الرد على من يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بميت، والدليل أننا عندما نسلم عليه؟ الرد عليه قل: وين الرسول اللي تقول ما هو ميت؟ وين هو؟ يوم كان حي وهو يمشي معنا ويجلس معنا ويغزو ويجاهد، الآن وين راح؟ وين راح؟ لو هو حي شفناه ويشتغل معنا مثل ما كان مع أصحابي. أيضا الرسول، أليس الرسول دفن؟ هو الحي يدفن، ها؟ الحي يدفن؟ ما يدفن، الرسول دفن، دفنه أصحابه رضي الله عنهم مثل ما يدفن غيره. أيضا أعلى من هذا قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. وأعم أيضا من هذا قوله تعالى: كل نفس ذائقة الموت. كل نفس، الرسول هو نفس ولا ما هو بنفس؟ نفس. كل نفس ذائقة الموت. قوله تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. دل على أنه سيموت أو يقتل عليه الصلاة والسلام. نعم.